أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ من صحيفة الغارديان التي نشرت تقريرا ذكرت فيه أن الأطباء في العراق يواجهون التهديد من أهل المريض إذا توفي في المستشفى، موضحة أن نسبة 87% من الأطباء العراقيين عانوا تجربة العنف في العمل واستخدم في بعضها السلاح، وأن معظمها بسبب تعدي أهل المرضى. وقال معد التقرير شارلي ميتكالف إن معظم الأطباء في العراق يفكرون بمغادرة البلد بسبب ازدياد العنف تجاه الملاكات الطبية، وذلك بعد انتشار وباء كورونا، موضحا أن معظم الهجمات التي قام بها مرضى أو أقربائهم. المريض في العراق يجد مساعدة من أصدقائه وعائلته، حيث يصل عددهم أحيانا 15 شخصا، وعندما لا يساعد الطبيب المريض على الشفاء أو يشك بارتكابه خطأ فإن التوتر قد يتحول إلى عنف. وقال رياض لفته أستاذ علم الأوبئة بجامعة المستنصرية في بغداد، عندما ينقل المرضى إلى المستشفى ويعانون من القلق والتوتر يجد الأطباء صعوبة في التعامل معهم، يغضبون ويلجؤون إلى العنف، ونظرا إلى التراخي الأمني يستخدم المهاجمون الأسلحة، حيث تملك نسبة 27% من المدنيين أسلحة. ويقول لفته الناس قلقون وهم مسلحون وهناك مشاكل بالنظام الصحي وكلها عوامل تسهم في تصعيد العنف. ويقول لفته إن العوائل التي تعمل داخل نظام العشائر العراقي طورت أساليب جديدة للابتزاز، وهم يهددون الأطباء وعائلاتهم عند ارتكاب خطأ سواء كان حقيقيا أم مزيفا، ويطالبون بعطوة عشائرية تصل أحيانا إلى 145 مليون دينار عراقي، نحو 82 ألف جنيه استرليني. وقال جراح القلب عثمان عتيبه إن المشاكل هذه دفعت أطباء للقيام باستعراض وعمل أشياء للمرضى لتخفيف غضب العائلات. وأضاف عندما يكون أمامك جسد ميت وهناك 10 أشخاص يقفون حولك فسيقتلونك لو قلت إنه ميت، ولهذا تقوم بإعطاء الميت صعقات، ولهذا تعطيه صدمة واحدة 2 و3 وربما 10، وتعرف جيدا أن هذا خطأ لكن هو ما يمكنك فعله وعمله. ويقول عتيبة 28 عاما إن زملائه يعملون هذا يوميا ويتخذون الاحتياطات الأمنية عندما يتوقعون وفاة مريض ويستدعون الحرس. نبقى مع الموضوع نفسه مشاهدينا، تضيف صحيفة الغارديان في المدة الأخيرة حصلت العديد من حوادث الاعتداء والضرب للأطباء العاملين في المجال الصحي على أيدي أهل المرضى والمصابين، وتحميل الأطباء مسؤولية التدهور وضع المريض الصحي. وفي دراسة صدرت في عام 2017 أوضحت أن نسبة 77% من الأطباء المبتدئين الآن يفكرون بمغادرة البلد. وفي عام 2019 قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية إن 20 ألف طبيب عراقي غادروا البلد بسبب العنف. ويقول لفته ليس الشخص الذي تعرض للعنف بل وزملاؤه وعائلته وأصدقاؤه وأقاربه، وهذا أمر معد، وفي السابق كنا نعاني من هجرة العقول وأخذ بعض الدول أطبائنا، واليوم تغيرت الظاهرة إلى التخلص من العقول ونحن ندفع بعقولنا للخارج بسبب العنف. ويتجنب الأطباء العمليات الجراحية المعقدة بسبب الضغوط والتهديدات العشائرية، ويتجنب الأطباء المتخرجون حديثا العمليات التي تحتوي على مخاطرة مثل عمليات الدماغ والأدوية العاجلة، والمتخرجون الذين يرغبون بالتخصص في مجالات تحتوي على مخاطر عالية يتم تسريع تخصصهم من خلال دراسة 2 عامين فقط في مرحلة ما بعد التخرج في محاولة من الحكومة لمعالجة النقص.
وعندما يذهب المهاجمون إلى المستشفيات فهم يدخلونها مدججين بالرشاشات وبمجموعة مكونة من 4 إلى 5 أشخاص، ولا يمكن للطبيب حماية نفسه بسلاحه الصغير أو التحرك بسرعة هذه العصابات. إلى مقال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى كتب فيه: الآن وبعد أن أصدرت محكمة جنايات الرصافة قرارها التاريخي بتعويض الرجل المتحكم في مزاد العملة علي غلام بمبلغ بسيط جدا يعد مصرف جيب وقدره 600 مليون دولار. أرجو منك عزيز القارئ ألا تتعجب من ضخامة هذا المبلغ، فهناك نواب حصلوا على هذه المبالغ بالصوت العالي والتهديد والوعيد، على حين حكم مثلا على صهر ملك إسبانيا بالسجن بتهمة التهرب الضريبي، ومنع الملك ملك إسبانيا طبعا شقيقته من الاحتفالات الرسمية هناك، على حين نوابنا مكلفون شرعيا بالجلوس على كرسي مجلس النواب. المواطن العراقي حتما سيضحك وهو يقرأ حكاية علي غلام هذه، لأنه سيتذكر حتما الأحكام الكوميدية التي تصدر بين حين وآخر في قضايا فساد بمئات الملايين في العراق. الغريب أن القرار القرقوشي يصدر من محكمة كان يفترض أن مهمتها المحافظة على المال العام، لكن يبدو أن صاحب المصارف الثلاثة وشركة بوابة عشتار له سلطة الأمر والنهي، والمثير أن لا أحد يسأل من هو علي غلام ومن أين حصل على كل هذه الثروة وكيف تمكن من السيطرة على مزاد العملة وتأسيس 3 مصارف وعدد من الشركات في زمن قياسي. والأكثر غرابة أن علي غلام كان قد صدر بحقه قرار بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة عقب تورطه بالعديد من الجرائم الاقتصادية. والأكثر جريمة بحق هذا الشعب أن مصرف الرافدين الذي هو مؤسسة تابعة للبنك المركزي العراقي يتعاقد مع إحدى شركات علي غلام ويمنحه عقدا خياليا دون أن يسأل أحد. وماذا عن قرار البنك المركزي بمصادرة أمواله؟ تخيل جنابك المحكمة تدفع تعويضا لشركة يعادل قيمة الشركة بأكثر من 100 مرة ومرة منذ سنوات ونحن نعيش مسرحية النزاهة والحفاظ على المال العام، ويكتب نوابنا وسياسيون عشرات القصص من مآثر حربهم ضد الفساد، ونتابع نحن المشاهدون كيف يخرج علينا السياسيون كل يوم وهم يحذروننا من هدر المال العام، وفي النهاية نكتشف أن الخاسر الوحيد هو المواطن العراقي والرابح الوحيد هو السياسي الذي يغتال علينا بحكمته. ليس في الإمكان أحسن مما كان. المسؤول السارق تم تدريبه وتوظيفه على أن الشعب مغفل دائما، فلا بأس أن نضحك عليه بصورة يبدو فيها المسؤول في آخر درجات التقوى. جميع الحرامية بين مزدوجين يدركون جيدا أن البرلمان سيتعامل معهم بمنهج لا أرى لا أسمع لا أتكلم. نشر صحيفة واشنطن بوست مقالة للباحثة في العلوم السياسية وحقوق الإنسان صوفي فولرتون، قالت فيه: إن المؤثرين يقومون بتبييض جرائم نظام بشار الأسد بتمويل من داعميهم الغربيين. وجاء في المقال: في شهر تشرين 2 نوفمبر الماضي، وفي الوقت الذي كانت فيه مدونة المقطع المصور جانيت نيوهام تصور نفسها وهي تتمشى في شوارع دمشق وحلب، قتلت أسرة بمن فيهم 3 أطفال بغارة روسية في شمال غربي سوريا. ولكن لم يعرف أي من المشاركين في قناة نيوهام أن سوريا لا تعيش حربا. يدخل المؤثرون إلى سوريا من خلال تأشيرات يحصلون عليها فقط عندما يرتبون مكان إقامة من خلال وكالات السياحة المرتبطة بالنظام، ويقوم النظام بالنظر في كل التأشيرات من أجل التخلص من الصحفيين والناشطين. وعندما يصل المؤثرون إلى سوريا يتم تعيين مرافقين لهم تحت غطاء مترجمين، وفي الوقت الذي لا يلقي معظم المؤثرين بالاً للرعب الذي مر به البلد في السنوات الماضية، إلا أن البعض لديهم شعور بالذنب الأخلاقي والنقد للفيديوهات بأنها لا تحتوي على أجندة سياسية.
وتعلق الكاتبة بأن النظام يقوم باستغلال سذاجة وانتهازية المؤثرين ويضخم تعليقاتهم، معلنا أن سوريا باتت آمنة للسياحة من خلال إعلامه الرسمي وبدون ترديد كلام النظام بشكل واضح أو القيام بحملة علاقات عامة، فإن هؤلاء المؤثرين يدعمون أجندة النظام من خلال تقديم انطباع زائف عن البلد ومشاكله. فلا يزال معظم السوريين يعانون في مخيمات اللجوء بالخارج، فيما اختفى أكثر من 100,000 شخص في سجون النظام وأقبية التعذيب. ويشاهد السوريون في المنفى الذين لا يستطيعون السفر إلى بلدهم تقارير لا تأخذ مشاعرهم بعين الاعتبار، يعدها مؤثرون لا يعرفون الحساسيات ولا يهتمون بمعاناتهم، ويدوسون في أحيائهم وينتهكون قداسة المقابر الجماعية. وتعلق الكاتبة أن سياحة كهذه هي غير أخلاقية لأنها تخفي في إطارها البريء الرعب. فنيوهام مثلا تتحدث بحماس عن زيارتها إلى باب توما، ولكنها غير واعية بأنها ليست بعيدة عن فرع المخابرات الجوية الذي تقوله هيومان رايتس ووتش إنه واحد من أهم منشئات التعذيب في البلد. إلى تساؤل الكاتب ساري عرابي، لماذا يقتلنا الصهيوني؟ فبعد أن فرغ الاحتلال من قتل 45 فلسطينيا منهم 15 طفلا في غزة، انتقل ليقتل 3 فلسطينيين في مدينة نابلس. لا جديد في ذلك كله، ففي الشهر الماضي قتل 8 فلسطينيين منهم المسنة سعدية فرج الله التي توفيت في سجون الاحتلال، وقتل الاحتلال أيضا المسن حسين حسن القواريق على بعد 100 متر من حاجز قرب نابلس، ومنهم أيضا الفتى أمجد نشأت أبو علية من قرية في شرقي رام الله. هؤلاء الثلاثة مثلا لم يحملوا سلاحا ولم يطلقوا رصاصة. الإسرائيلي يحاصر الفلسطيني بالموت في كل مكان، فإن سجنك فقد يقتلك بإهماله علاجك أو بقهرك إن لم تكن مريضاً، وإن اضطررت لقطع الحاجز وهو ما يضطر إليه الفلسطينيون كلهم، فإنك لا تدري إن كان الجندي المختبئ خلف مكعبه الإسمنتي أو من برجه قد قرر أن يجعلك صيد تسليته. ما تبتكره السينما الأمريكية عن تسلي الأثرياء بألعاب يصطادون فيها الفقراء يفعله الإسرائيلي حتى دون أن يكون ثرياً. المشترك هو الشعور بالتفوق والجدارة على أساس معايير يحتقر من لا يملكها. فإذا كانت فلسطين أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض، فالشعب القادم من خارجها الجدير بها كيف له ألا يرى أهلها إلا وهماً أو محض إزعاج يشرع التخلص منه؟ أما إن قررت البقاء في قريتك فلسبب ما سوف يقتحمها ويطلق الرصاص الذي قد تكون أحد فرائسه، كما جرى للفتى في قرية المغير. هذه يوميات فلسطينية منذ الانتداب البريطاني ونمردة الاستيطان الصهيوني في ظله، يوميات فيها كل الحقائق الجديرة بوضع حد لهذا السرف في الهذر والكلام الفائض. إن كان الأمر كذلك فهل حقا ضيع الفلسطيني يوما فرصة سلام؟ وإن كان الأمر كذلك هل يترك الإسرائيلي الفلسطيني حتى لو تركه الفلسطيني؟ وإن كان الأمر كذلك هل يخطئ الفلسطيني حينما يقاوم الإسرائيلي؟ وهل يملك الفلسطيني المقهور في الأحوال كلها، المقتول في الأحوال كلها، إلا أن يقاومه؟ ولو خان التكتيك الفلسطيني مرة أو حيرته الاستراتيجية وهو يقاوم عدوه، فهل هذا هو الخطأ الأصلي والجوهري؟ تحت عنوان حرب عالمية ثالثة من دون الرغبة في ذلك، تساءل ضمن هذا العنوان الجيوستراتيجي الفرنسي رينو جيلر في مقال رأي بالصحيفة لوفيغارو، هل نعبر اليوم في مضيق أورموزا مرحلة جيوسياسية خطيرة تذكر بمرحلة أوروبا البلقانية في بدء صيف عام 2014؟ هل تتقدم الصين والولايات المتحدة وتايوان الآن نحو المواجهة المسلحة على غرار النمسا والنجر ضد صربيا حليفة روسيا بعد هجوم سراييفو؟
هي أسئلة يقول الكاتب أنها تطرح نفسها في ظل المواقف الخطيرة ومن دون داع، والتي اختارها الأمريكيون أولا ثم الصينيون. الدوافع الرئيسية لنانسي بيلوسي وشي جين بينغ هي السياسة الداخلية حاليا، وليس هناك ما هو أخطر من سياسة خارجية تتم على أساس اعتبارات سياسية داخلية، يقول الكاتب محذرا من مغبة أننا نتعامل مع وضع متفجر، نظرا لأن العديد من سفن البحرية الأمريكية تبحر في المياه الدولية في هذا الجزء من بحر الصين، وبالتالي لا يستبعد وقوع حادثة بحرية صينية أمريكية. وتحت ضغط الإعلام القومي في الصين كما في الولايات المتحدة، يمكن أن يحدث تصعيد لن يتمكن أي شخص من إيقافه. ورأى الكاتب أنه من الخطر على الصينيين والأمريكيين على حد سواء لمس الوضع الراهن لتايوان، موضحا أن هناك غموضا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه بأي ثمن. وأشار إلى مقال نشرته National Interest مؤخرا، قال فيه الأستاذ في جامعة هارفارد غراهام أليسون إنه إذا استمرت سياسة المشي أثناء النوم التي تتبعها حكومتا الولايات المتحدة والصين كالمعتاد، فسيكون لدينا تاريخ كالمعتاد، أي الحرب. ليس من الصعب كتابة سيناريو نهاية العالم، ستنضم روسيا هي الأخرى إلى الصين، ومن خلال لعبة التحالفات سينتهي بنا الأمر بالدخول في حرب عالمية ثالثة. وحذر الجيوستراتيجي الفرنسي من مغبة أن عود ثقاب الصين أخطر من ذلك الذي أشعل في أوكرانيا، فعلى الرغم من كونها مروعة فإن الحرب في أوكرانيا ما تزال مقيدة بالحدود. أصيب أكثر من 30 شخصاً في الصين بفيروس جديد حدد حديثاً من سلالة فيروسي نيبا وهندرا القاتلين، مع أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن العامل الممرض يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر. قد ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه اكتشف الفيروس المسمى لانجيا بفضل نظام الكشف المبكر للأشخاص المصابين بالحمى ممن خالطوا حيوانات حديثاً في شرقي الصين. ومن بين أعراض الإصابة بهذا الفيروس التي ظهرت على المصابين ومعظمهم من المزارعين التعب والسعال وفقدان الشهية والآلام، مع عديد من تشوهات خلايا الدم وعلامات تلف الكبد والكلى. هذا ولم تسجل بعد أي حالات وفاة بسبب الإصابة بهذا الفيروس الجديد. عافانا الله وإياكم من كل وباء وداء. سريعا مشاهدينا، هذه مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم في صدى الأقلام من الرافدين. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.